بجولة على أبرز وأقرب المواعيد السقفية والفنية، موعد من البلونوت كافيه بالحمرة مع الفنانة باسكال صقر يلي رح تقدم أعمال من أغنياتها الخاصة، بالإضافة إلى ريبرتوار للسيدة فيروز ووديع الصافي، بكرة الساعة 10 المساء بالبلونوت كافيه. يوم الأرض بالأيو، فبمناسبة يوم الأرض الفلسطيني بنظم النادي الثقافي الفلسطيني بالجامعة اللبنانية الأمريكية احتفال بختام شهر مقاومة الفصل العنصري الإسرائيلي. بشارك بالاحتفال أحمد عربي والشاعر مهدي منصور، فرقة الكرامة للفنون الشعبية وفرقة عشاق الأقصى. الموعد بكرة الساعة 6 المساء بحرم الجامعة، وعم نسمع من الشاعر مهدي منصور. عاصفي ووجهك يا بغداد كل جهاتي، أنا قيد شوق من يديك، تقدمي لأختصر الدنيا بقبضة ذاتي. حنانيك حنانيك يا نوم الغزلان، عمل مسرح جديد للمخرجة لينا أبيض، بيبدأ عرضه على خشبة مسرح الجامعة اللبنانية الأمريكية من 4 ل 10 نيسان. العمل بيختصر الملحمة اللي عم بعيشها الشعب السوري، وبتجسدها المخرجة بخمس لوحات. والعرض رح يكشف عن حكايات أشخاص خيروا بين الحياة والموت واختاروا الحياة بأثمان غالية. أيضا لكل محبي الموسيقى والفن الكوبي، موعد من البيال مساء اليوم مع أوركسترا بوينو فيستا سوشيال كلوب، والأمسية بتبدأ على الساعة 8:30 المساء. إذن كنا عم نشوف مشاهد من أوركسترا بوينا فيستا سوشيال كلوب. أيضا بدعوة من تخت الجامعة الأنطونية للموسيقى الفصحى العربية، حفلة موسيقية بجامعة الشرق الأوسط بالسبتية، وهي بإطار السماع الروحي من تقاليد المشرق الموسيقية الخاصة بأسبوع الآلام، بمشاركة نداء أبو مراد وهياف ياسين. الموعد اليوم الساعة 8 المساء بحرم الجامعة. ضمن الأمسيات اللي عم بيقدمها الثنائي أحمد حويلي والموسيقى زياد سحاب، موعد جديد لألون ب 24 شهر من خشبة مسرح دوار الشمس. تحت عنوان راس مسقى مساحة للفنانين، افتتحت البلدة مهرجان الثقافة لها العام. يوم الأحد المقبل عرض لفيلم خارج الحياة لمارون بغدادي الساعة 7 المساء بساحة بلدة راس مسقى. خليك هون، اتحرك. هاي مان، اتس مي دينيرو، وير ميكينج ا موفي. I'm the director, and I want you to be excellent. Okay, let's be serious. You're gonna read this, but don't change the text. No, man. You look great like this. هيدي كانت جولة سريعة على أقرب المواعيد السقفية والفنية. بنرجع لعندك جوال لحتى نشوف حركة السير لليوم. اتصال مع المؤهل الاول روبير زغبي من عرب، من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير. صباح الخير. صباح النور. كيفك انت الحال؟ كمان شو احوال طرقات اليوم؟ عندنا يعني مبدئيا المدخل الشمالي لمدينه بيروت عم يبلش ضغط سير تقريبا على اسرات جوني باتجاه نفق نهر الكلب. نعم. بتكفي الحركه طبيعيه حتى لمول دبي، بترجع بتصير كثيفه باتجاه انطلياس جل الديب وصولا حتى نهر الموت.
نعم. عندنا ضغط سير متدوره باتجاه الكارنتينا شال حلو. بالنسبه للمدخل الجنوبي ضغط سير من خلدي باتجاه الانفاق الاوزاعي، وايضا على طريق الشويفات كفر شيما الحدث. كذلك عندنا ضغط سير من المدينه الرياضيه باتجاه نفق سليم سليم الوسط. المدخل الشرقي عندنا حركه ناشطه من الجمهور باتجاه الصياد اوتوستراد الرئيس لحود. بالنسبة لداخل العاصمة عنا ضغط سير العدلية باتجاه اوتيل جو الأشرفية، أيضا كورنيش المزرعة البربير بشارع الخوري. عنا حركة سير ناشطة على بوليفار سن الفيل باتجاه الصالومي الحايك وصولا لجسر الواطي. نعم. وأيضا ناشطة على بوليفار كميل شمعون جاليري سمعان الشيفروليه. بالنسبة للحوادث سجل عنا الليلة الماضية 9 حوادث نتج عنهم قتيلين و11 جريح. القتيلين صاروا بانزلاق دراجي ليلا على الكارنتينا، اصطدمت بالرصيف وكان على متنا شخصين للاسف توفوا على الفور. اثنيناتهم؟ نعم للاسف. بنطلب من السائقين يعني ما يتجاوزوا السرعه المحدده على الطرقات حفاظا على سلامتهم. نعم. كمان المخالفات الرادار عندنا 766 مخالفه الليله الماضيه. بالنسبه في عندنا جلسه مجلس النواب اليوم، اكيد في تدابير سير. تدابير سير نعم. بشارع المصارف ومحيط المجلس. وبدي اذكر بالرقم التواصل مع الغرفه على 1720 الخط الساخن او عبر تويتر @TMC لبنان ومش عزبك اليوم. هيك مبين. يعطيك العافيه مؤهل اول روبرت زغبي، شكرا لمداخلتك، بنحكيكم بكره بريك جديد وبنرجع من بعده.